تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفهم. مستمعي الحياة أفهم، مرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج تحقيقات حبينا خصها حول قرار تسخير المساحات الخاصة ووضعها مباشرة تحت تصرف المدير الجهوي للصحة. تسخير قاموا به عدة ولايات في أكثر من جهة ولاية. في القيروان صدر من والي الجهة قرار التسخير زوز مساحات ووضعهم تحت إشراف المدير الجهوي للصحة. شنو يعني قرار التسخير هذا؟ هذا اللي حبينا نفسروه أكثر. أيضا حبينا نفهموا شنو الأثر متاعه على المواطنين، وهل المريض يمشي مباشرة للمصحة وإلا يتم نقله عن طريق المستشفى. في التحقيق هذا حول تسخير المساحات الخاصة حاورنا عدد من المسؤولين والجهات المعنية من نقابات المساحات الخاصة جهويا ووطنيا والسلطة الجهوية. نسمعهم مختلف الآراء. مع التحية للزملاء في الأعداد والإخراج التقني آمنة بوخيت ومحمد قدح. المريض اللي ما نلقاولوش مكان في القطاع العمومي يمشي للقطاع الخاص ودولته تتكفل به، هذا ما عندنا فيه حتى اشكال. والقطاع الخاص اللي يرفض باش ينخرط في المجهود هذايا باش يلقى التسخير وباش يلقى التحديد في التسعيره، وقد يلقى زاد ايضا اجراءات اكثر شده من طرف الدوله. الاتفاق قداش وصلوا لهم من عرش؟ ما عندك 9 اكسجين و3 ريع. هو الحقيقه ثم مساحه ما عندهاش امكانيات لان نستعمل في باش الاكسجين داك ما تنجمش تاخذ برضه، ما عندهاش اكسجين. اما مساحه ثانيه عندها سيتيرن قبلت علينا برك مشكوره برك الله فيها، وراه قبلوا علينا بور فان كترر وبعد مش رجعوا المرضى نتاعنا. سيلش هو في اطار تعليمات السيد رئيس الحكومه وضع جميع الامكانيات تعظمت الدرجه الصحه في ذلك المساحات الخاصه، ولكن ما احنا بحكم على قطعه طيبه والشراكه الدائمه بين القطاع العام والقطاع الخاص تسلق بهم قبل ما يصدر البلاغ هذا من رئيس الحكومه وعبروا عن استعدادهم بالنسبه للقادرين على يستوعبوا المرضى. واحنا توا جاري تحويل المرضى للمساحات الخاصة، وذلك في إطار موازرة القطاع العام في هذه المحنة وفي هذا النقص الحاد في التزود بمادة الأكسجين. احنا والأول كلمني المدير الجهوي قلت له نقبلوا كلك مالادي أو كان بروبليم، خاطر المشكل هو بيدو اللي في السبيطار أو في الكلينيكات، معناتها بروبليم دوكسجين اللي مش موجود في تونس تو سامبلومون. أي باهي غدا يوفى الأكسجين اللي عندي شنعملوا؟ ماناش فاهمين شنو التسخير بالضبط، أون سي با سكو سا فو دير في الآخر. اسكو لو مالاد بون بريزون شارج تو في التسخير حاطين تحت مثلا تتسلم المساحة تحت مسؤولية الإدارة الجهوية كوردو أو كان بروبليم سي مي دون لا ليميت اللي نجموا احنا زاد عندنا مرضى احنا راخدين نقص عليهم زاد الاكسجين، يعني بروبليم راهو في الحكايه. والمسؤول فما اون ريسبونسابيلتي، شكون مسؤول حسب شو اسمه التسخير اللي حاطينه؟ احنا نسلموا المساحه تحت مسؤوليه الاداره الجهويه، هذا مكتوب في التسخير. عمليا كيفاش تقع الحكايه جو سي با اوكين ايدي. عندنا متاع الليله او بلو تار غدوه ومن بعد كاس كون فافير c'est ça le problème. Bon, j'ai un tasqir اليوم العشية من عند سيد الوالي اللي باش نحطوا المساحة تحت ذمة الإدارة الجهوية للصحة. بون التسخير هذا شنو هو كيفاش يقع؟ ما عندناش فكرة. المدير الجهوي اتصلت بي الصباح قال لي عندنا كلكم آلات، قلت له ما عندي حتى مشكل، راهو مي سولمون اوجوردي خاطر غدا الأكسجين بشوف علينا احنا زاد. فهمت دونك ما نعرفوش شنو باش نعملوا اكزاكتومون، اش معناتها التسخير تحت مسؤولية شكون؟ فما مسؤولية وراء الحكاية هذه، مي عندنا احنا مشكل الأكسجين اللي هو باش يتطرح غدوة، اش نعملوا احنا المرضى هذوك؟ والمرضى اللي عندنا راقدين اش نعملوا لهم؟ خاطر الإشكال هو هنا، هو تو كيف التسخير يقول مسؤولية معناتها ولات أبارامون ولات عند الإدارة الجهوية، هذا هو معناتها تو تتسخر ما يقول لي كومون سا باس باسي؟ أو البيرسونيل سيدي باهي نورمالمون لازم يسخر البيرسونيل زادة، والأدوية والواحد اللي باش ياخذهم المرضى بون ما عندناش مشكل ما يسالش نتبرعوا بيه. كم يصح ما هي ريسبونسابيلتي وراي مشكلتي انا الاكسجين غدا يوفى شكون مسؤول؟ هذا هو باهي بكل مش باهي مش باهي صدقني والله. بون النقابه ما عملت اليوم تكلم سي زخامه وبارامون غدوه كانهم ناويين باش يتقابلوا مع رئيس الحكومه، مي بون المشكل مش هذا، المشكل في المونك دوكسيجين معناتها هذا المشكل، مشكل كيما في السبيطار كيما في الكلينيكات معناتها وفي تونس كامله مش كان عندنا احنا معناتها سي ان بروبليم ناسيونال سو ني با ان بروبليم تاع والله كان مرض اخر واحد موجود ولا كيفاش نعالجوا المرضى يا كان بروبليم، هذا المشكل ما عندناش كيفاش.
شكرا دكتور ابو بكر زخامه، رئيس غرفه النقابيه الوطنيه للمصلحه الخاصه التابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه. تفاجانا بقرار صادر عن رئاسه الحكومه بتسخير المصلحات الخاصه. اولا حبيت نوضح ان المصلحات هي راهو منذ بدايه الجائحه معنيه بالتكفل بمرضى الكوفيد من البدايه، والى حد الساعه ما قامت بالواجب بصفة بطبيعة على وتعملت على مواردها الخاصة، ما فماش دعم لا من الدولة لا دعم لا من جهات معينة، إن إلا تعملت على إمكانياتها الخاصة. وإلى حد اليوم نعتبر أنفسنا لحنا المصحات تعتبر أي نجحت في معاضدة مجهود الدولة في تتكفل بمرض الكوفيد. إحنا طاقة الاستيعاب هي محدودة، احنا في القطاع الخاص منذ بداية الجائحة وسخرنا تقريبا اكثر من 200 سرير انعاش و600 سرير للاكسجين، وطاقة الاستيعاب هذه غير قادرة باش نزيد نكبرها، الخطر هي ثم محدودية الأسرة بحكم ان لازمنا نضمن السلامة القصوى، والسرة هذه وقع تصريح بها والاعلان بها لوزارة الصحة اللي هي على علم بها، وبكذلك ما تم محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي اللي هو في له متكفل بعلاج المرضى، وهو يعمل منذ أكثر من ساعة من سنة ونص، ونجم نقول منها وصل من لحالة الانهاك، ولكن المواصل قاعد قائم بالواجب. كذلك الصعوبات اللي قاعد نسمع بها ونعيش بها بحكم أزمة التزود بالأكسجين هي نفسها، من القطاع الخاص من عايش نفس الأزمة، وقاعدين من نخدم لجور لجور من كل يوم يبيومه، وقاعدين رغم هذا قاعدين نرشد في الاستهلاك متاعنا تومون بخاطر عنا أكثر من أسبوع. تصلت بنا شركة الليكيت ونبهتنا من أن طاقة الانتاج متاعها ولات أو وصلت إلى الحد الأقصى وما عادش تنجم تزيد أكثر، ولهذا طلبت منا باش أن نردوا بالنا وأن نرشد من الاستهلاك متاعنا. إذا نفس الصعوبات اللي قاعد موجودة في القطاع العمومي قاعدة في القطاع الخاص، ولهذا ما راش شنو المبرر بالتصريح بتسخير المصلحات الخاصة. شيء زاد عكرنا أكثر اليوم هو تلقينا مراسلة رسمية من الأركيد المزود الرسمي الأكسجين، ويقول لنا رانا وقع تسخيري وأنا جيتي ريكيزيسوني من وزارة الصحة، وبالتالي ما عادش نجم نضمن لكم التزود للأكسجين خاطر كل الانتاج متاعنا باش يكون على ذمة وزارة الصحة، وذلك بدعم تعليمات وقرار من الحكومة. إذا احنا توا في حيرة من أمرنا على مسؤولية الموضة اللي هم ديجا مقيمين معنا مقيمين بالمساحات، واللي هم أصبحت حياتهم في خطر بما أن ما عادش منها الأكسجين ما عادش باش يجينا من أير ليكيد. وزارة الصحة هي اللي بتتكفل اللي هي عندها سلطة التزود، ومش نقعد تحت رحمة منها شو اسمه الوزارة باش تبعث لنا أكسجين ولا ما تبعث لناش. ما نحن هذول اللي قرارات منها الرأى قرارات ما هيش لايقة بخطر القطاع الصحي الخاص، هو من مشمولات الوزارة، ولهذا منها قاعدين فهمني منها مش فاهمين منها شيء مدى المشاكل اللي هي تعاني منها الدولة بخصوص معالجة الوضع الوبائي ما نجموش نحملوه على المصحات. عند صعوبات وإحنا نعرف وأنتم تعرفوا أن الدولة بتميمها عندها بمعاضدة المجموعات الغير الحكومية بمعاضدة وإعانة من الدول، معناها هذا كله معناها هي في مجعول باش تعاون به القطاع العمومي، والقطاع الخاص هو منسي، وبالرغم من ذلك معناها هو منسي قاعد يعمل على 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 ذاته، ونزيدوا معناها شو اسمه ناخذوا القرارات هذه باش نزيدوا نكبلوه ونخرجوه من 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 من, من شو اسمه من حلقة التكفل بالمرضى. والله هذا شيء، هذه أمور الدولة مش أمور نحن. احنا التمويل الوحيد بالنسبة للمصحات هو الكلفة اللي يصبها المريض، ما نبش يداوي بها نفسه، أنا المريض يداوي على نفسه بمقابل، المقابل اللي هو العلاج اللي هو يتلقاه. الدولة عندها ميزانية وعندها إعانات وعندها برشة برشة منها شو اسمه موارد،
انا ما نجمش نحمل المساحات. انا احنا قبلنا كنا رانا نقبلوا من طبعا اكثر من سنه ونص، قلنا رانا ما نحبوش من هامش ربح في هذا. احنا الاقامه معناها نجم نوفرها بلاش، شو اسمه المعدات الطبيه بلاش، ولكن مصاريف العلاج لابد ان تكون على الدوله. ووقع الاتفاق، احنا قلنا فعلا قبلنا بتيتو الكلفه اللي هي موجوده وتتكفلها الدوله للمريض في المستشفيات العموميه احنا قابلينها. انا حكينا فيه، حكينا فيه معنا ما تشرطناش على على الدوله، وكنا نعرفوا الدوله ضعيفه وما نجمش احنا نطمح. احنا المهم المريض يلقى معنا فرصه باش يعالج نفسه، باش يعالج نفسه، ولكن ما وقعش تفعيل الشيء اللي حكينا فيه، ما وقعش تفعيله. ما نجمش نحط اللوم على المساحات اللي هي ما فعلتش هذا. التفعيل هو موكول للدوله وليس موكول للمساحات. احنا الشيء اللي قرره الدوله واحنا ما نجم نتفاعل الا بصفه ايجابيه مع قرار الدوله، ولكن هنا ثم تضارب من في اول النهار نقولوا تسخير المساحات، وفي اخر النهار نقولوا معناها نوقف عليهم الاكسجين، معناها خاطر سخرنا تزويد الاكسجين الا للقطاع العمومي والمساحات ربي لي لا ربي. دونك هذا غير معقول، واحنا قاعدين في تو اليوم نهار كامل نهار حد واحد يوم عطله، واحنا من الصباح لليل واحنا في هذه المعبوك. وكي تصرح هذه هكا تصريح من 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 التصريح القرار جاء من سيد الولاد، وهكا التصريح كذا سيد الولاد لا فيه معناها كيفاش وعلاش وشنو كيفيه الاجراءات نتاع التكفل، كل شيء مقاش التصريح به. كيفاش باش تكون العمليه؟ ما نعرف كيفاش باش تكون، وستار الله. هل ترى انه مثاله واحنا على اذاعه الحياه فهم تجيونا ملاحظات من المواطنين يقولوا المساحات قاعده تستفيد من المرضى وماهيش قاعده تعاون او تتكفل مصابي الكوفيد في الازمه هذه وقاعده تستغل في الازمه؟ حبينا التوضيح، معناها هل صحيح انه المساحات الخاصه قاعده تستفيد من الازمه من غير ما هي تقدم يد مساعده للمواطنين؟ تو بلي تقولي تستغل فيش المساحات، هي راهي مساحه تم استثمار خاص أنا والعلاج بمقابل، هذا معروف من أول الدنيا. تقول اليوم تعمل مجهود، عملناها المجهود، قلنا نمشيو بكلفة المستشفيات، خاطر توا أنت كمريض باش يدخل باش تصرف عليه، شكون باش يصرف؟ المريض باش يصرف على نفسه في علاجه والأدوية والمستلزمات الطبية وكل هذه، الباقي كله يا سيدي احنا قلنا غادي نترف عليه، غادي كلنا نعمل مجهود. عندك الإقامة وكذا، ولكن عندك زاد بيرسونال، طيب البيرسونال اللي يخدم من الصباح لليل، الطب مشكورين يعاونوا. اشنو تقول لي استغلال فاش؟ علاش هذا الكلام هذا غير مسؤول اللي يقول واللي يخمم فيه؟ انا راه غير معقول باش ما نتجنى على المساحات الخاصه على خاطر ما تاخذ في مقابله وكونتون. ما نجم نشري دواء من الفارماسي سنترال لما تبعث لها الشيك، وتجري من الاستلزامات كلها تبعث لها الشيك. عادش سيء تشرى تو تاخذه تقول انت عائشة يونس، خاطر الناس كلها تعاني، الفارماسي سنترال تعاني والمستوى المزودين يعانيوا. دونك معناها يفو افوار دو لارجون بور اسيغي لي سوا نتاع المواطنين. كيف انا منين ما عندي منين تمويل؟ يعني المصحات هي التمويل نتاعها، ما عندها حتى تمويل. اخي الدوله قاعده تمول في المصحات اللي عانت اللي جايه. اخي احنا جاتنا منها حاجه، المجتمع المدني قاعد يخدم في القطاع العمومي مش يخدم في المصحات الخاصه. تدويلي بعد ايام من قرار تسخير المصحات الخاصه، كانت تعطينا ربما شويه احصائيات شكون المساحات الخاصه اللي جاوبت؟ والله احنا خرجنا تقرير المساحات الخاصه، لكن نعرف احنا تو في القران زوج مساحات خاصه تفاعلوا معنا الحقيقه، لكن زاد هما الاشكاليات اللي يعيشوا فيها حتى احنا نعيشوا فيها في قطاع الصحه، هي مشكله الاكسجين نفس المشكل. تفاعلوا معنا، تجاوبوا معنا في حدود الامكانيات اللي تخول لهم بطبيعه حسب معناها بالتنسيق مع الدرجه الاولى. يعني كيفاش التفاصيل؟ قداش قبلوا من والله التفاصيل قبلوا لنا في النهار الاول تقريبا 11 مريض من الاغلبيه اكسجين مساحه واحده قبلت. مساحة واحدة احنا نقولوا خاطر مساحة واحدة، خاطر عندها هي ثم مساحة تخدم 60 اكسجين، معناها تنجم عندها الكاباسيتي اكسجين، ثم مساحة اخرى تستعمل لي بوتي اكسجين، وبالتالي البوتي اكسجين نجم في كل لحظة يتقوي عليها، نجم في كل لحظة تديها الاكسجين، تولي زادة تجيب باش تمنع ارواح معناها لا قدر الله تمس ارواح اخرى. ديما نشوفوا احنا المعادلة حسب الامكانيات، ديما نقولوا حسب الامكانيات حسب الشغورات حسب معناها، اما على الاقل نحكي تفاعلوا معنا بالايجابي سواء معناها ايواء عدد مرضى
او على الاقل بالكلمه الطيبه ووضعوا امكانياتهم لدمتنا على الاقل لترتبوا شبه الطبي خدمه الدفاع. الوضع مازال حرج، هل القرار مازال سيري؟ تسخير؟ لا قرار سائل، احنا خرجنا القرار وقرار سائل ما دام الازمه مازال قائمه الذات حسب احنا تو علاش قلنا الارقام. الحقيقه عندنا الاشكاليه الوحيده هي الاكسجين، معنا عمليه لواء بالمستشفيات هي اشكاليه الاكسجين هي في السبيطار معناها هذاك علاش احنا تو عدد معنا يمكن اللواء احنا طحنا تقريبا اكثر من 40%، معنا كنا في 290 تو في 170 معناها مقيم مستشفيات القطاع العام والقطاع الخاص، هذا مؤشر ايجابي. لكن زاد اذا توفرنا احنا تو في المستشفى الميدان ما عندنا حتى مشكل في الاكسجين، تبقى الاكسجين مطروحه في مستشفى المزار غالبا نتفاعلوا معاه كل يوم ويوم، وان شاء الله ما نضطروش معنا اللواء منظورينا في المستشفى حتى خاصة عندنا المستشفيات وعندنا الترتيب وشبه الطب وعندنا إمكانيات نجم نفعل معها. انتظارات كبيرة للمواطنين تجاه المساحات الخاصة للمساعدة في مجابهة الجائحة وحديث عن ضعف مساهمتها، في حين يتأكد عمادة الأطباء بتونس على وجود تعاون وشراكة تتجاوز تقديم المساعدات إلى توحيد الجهود. وبإذن الله بشوية بشوية إن شاء الله نتفرهدوا، سيرتو بعد ما جاء معنا الجيش جابوا معهم ماتريال والدواء وحتى القراوة، فما اللي تحرك وعاون خاطر ماك تعرف توا 60 و70 فرش، دونك حتى الدواء الكونتيتي ولات برش، دونك في النهار العباد ما تعرفوش راهو عندنا شارج نتاع 100 و150 مليون دوايات واكسجين، هذاك علاش معناها كل ما نعاونوا كل ما العباد تزيد تعاون بخلاف وزارة الصحة حتى العباد عندها مسؤولية. ان الكلفه وانا حددتها وزاره الصحه في 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 المستشفيات نتاع اخيرا بالنسبه لليوم هو محسبوه، وانا الكلفه نتاع وزاره الصحه تقف فوق 2200 دينار في 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 الريانيماسيون في الانعاش، وفوق وتفوق تقريبا 1,200,000 في بلاص الاكسجين، هذم هما فرحوا به هما حسبوا حسبتهم، احنا طلبنا اقل من هذا، احنا حتى في وقت ما وقت عندها طبعا طلبنا اقل من هذا، أطلبنا جوست لو نيسيسير اللي هو يستاهل كل مريض، ما مشيناش خاطر عندنا امكانيه احنا في المساحات الخاصه التمكن من الكلفه، عندنا الاستراتيجيه نتاع التمكن من الكلفه في العموم ما نعرفش فهمتني، ولكن الكلفه هي نفسها ما تفرقش، ما تفرقش 100 ولا 200 دينار في النهار ما تفرقش، وتوضح ان الكلفه الموجوده اللي عطيناها احنا هي اقل من الكلفه الموجوده في المستشفيات العموميه، اذا ماناش معاك. وهذا موضوع ثاني، احنا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني، انت معناها غد عندك النيه تحب تعالج، خاطر المرضى اللي يجوا المساحات ثم نوعين، ثم الناس اللي تحب تمشي المساحه وعندها امكانيه تقول انا من داوي انا غادي وحق من حقه ويدفع على روحه، وثم الناس اللي تجي على مضض خاطر ما لقاش بلاصه في المستشفى، هذا هو الناس هذوما احنا كنا معناها نجم نعاونوهم، الدولة تعاونهم، الناس اللي لجات على مضض معناها كان ثم على الأقل معناها مساهمة في علاجها أخذها كاملا، هذا هو الإشكال اللي تطرح. وفي كل الحالات احنا تو ما عندناش فروشات فارغة في المساحات في الأزمة هذه، وقاعدين نتعاونوا معهم وقاعدين نعاونوا في المرضى، قاعد تعملوا في رميز وتعملوا معناها في شو اسمه تقسيطات، الطب قاعدة تعاون معناها تصور أنت الناس كلها اللي دخلت المساحات قاعدة تخلص الخطورة نتاعها كاملة، ثمر ما ينجمش ولا ما ينجمش شنو نقعد نعاونوا فيه، هذا خير نجم احنا نحكوا فيه تو في الاعلام ونقولوا احنا قاعدين نعملوا ونعملوا، هذا شيء قاعدين نقوموا به نقولوا به كل يوم، واحنا بالحق في شراكه حقيقيه، والدليل كون احنا اليوم تو هاو قطاع عام وقطاع خاص واقفين مع بعضهم تجمعنا مظله العماده اللي هي معناها المظله اللي تلمنا الناس كل اللي احنا اني قعدت عمل جلستين مع الكلينيك هنا في القيروان وعملنا في اطار التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واحنا لا نفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، احنا كنا في خدمه المواطنين كنا في خدمه الصحه واي اتفاق خرجت باليه اتفاق مشتركه بين القطاع العام والقطاع الخاص، خرجنا باتفاق كون القطاع العام مبدا السعداد لموازره منظومه الصحه العموميه كلما دعت الحاجه لذلك القطاع الخاص، وقعدنا مع سيرتو لي ميتساري ليماتور اللي هما العمله النادره وبداوا استعدادهم وحطوا روايحهم على دمتنا كلما احتجنا لهم الا هو يتواصلوا معنا، واحنا راهو في تواصل دائم مع القطاع الخاص سواء في الكلينيك سواء حتى مع الاطباء، وسي محمد يعرف اللي احنا ما عندناش ما نثمش كونفلي بيناتنا، احنا بالعكس احنا نتعاونوا ونتكاملوا، والمواطن وقداش مرضى حولناهم من القطاع الخاص للقطاع العام وثم مرضى تحولوا من القطاع العام للقطاع الخاص، وهذا في اطار حريه الاختيار اللي هو يحب يتوجه اي توجه، وما عندناش نقولوا هاك انت مشيت تو القطاع الخاص خويا ما نقبلوش، كل ما كلموني
وجات برشا ناس وقالوا لي رانا ما عادش نجم ورانا ماديا وقفنا وما فضلكم الا وجدنا الاليه باش دخلناهم معناها للقطاع العام. واحنا في نهايه الامر في خدمه كل المواطنين التوانسه مهما يكون الشريحه نتاعو. باش استاذن منك دكتور، مادام معنا السيد العميد ربما نجم يحكينا على الشراكه هذه وين تنجم توصل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وثم طلبات مجتمعيه يقولوا القطاع الخاص المساحات يفترض تلعب دور اكثر وتقرب من خاصه من الفئات ضعيفه الدخل. هو العماده هي تضم القطاع العام والقطاع الخاص، ما عندهاش خصوصيه في القطاع الخاص. نأكد لكم اللي فما شراكة، الاختيار يرجع ديما للمريض، ما فيش كلام ما تنجمش تجبره. وثانيا صحيح وقعت برشا مرات وتتدخل حتى العمادة باش إذا كان الحال صعب يتنقلوا من القطاع الخاص للقطاع العام. وهما القطاع الخاص عرض ديجا تعريفه تقولوا احنا السعر الادنى في على حد التكلفه، ماهوش طالب الارباح وكل شيء، وهذا كل نجم ان شاء الله نرجعوا له، ما عندناش مشكل في هذا. المهم هي المنظومه الصحيه تكون متكامله متآزره، لانه باش يا نقفوا جميع يا نتيحوا جميع، ما فماش هذه القطاع عام وقطاع خاص. وان شاء الله الشراكه هذه تدوم حتى بعد الجائحه هذه. نقص الأكسجين في المساحات الخاصة جعلت قرار التسخير غير مفعل وخلاها ما عادش تنجم تقبل مرضى الكوفيد. ومن الطرائف اللي صارت أنه 5 مصابين بالكوفيد من اللي تم تحويلهم من المستشفى لمساحة خاصة رفضوا العودة للمستشفى وطلبوا مواصلة الإقامة وما خرجوش إلا وقت الأكسجين قسم المساحة. وتنجم تكون حكاية انقطاع الأكسجين هي طريقة من طرق التهرب من التكفل بالمرضى في المساحات الخاصة، علما وأن نسيج القطاع الصحي الخاص هو بدوره ضعيف في القيروان وأقل من باقي الجهات خاصة الساحلية. مع تطورات الوضع السياسي والإداري في البلاد أكيد برشا قرارات باش تتم مراجعتها، خاصة قرار التسخير وإشكالية نقص الأكسجين. ويبقى الحل هو أولا تدعيم البنية التحتية للقطاع العمومي للصحة باش المواطن ما يلقاش فرق بين المستشفى العمومي والمساحة الخاصة. والحل الثاني هو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل يضمن تطوير الخدمات الصحية. والحل الثالث هو تدعيم منظومة التغطية الاجتماعية والتكفل بمرضى الكوفيد وإدراجهم ضمن الأمراض المشمولة بالتغطية. نهاية حلقة تحقيقات لليوم، إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة وموضوع قادم، إن شاء الله نلقاكم بخير. تحقيقات، أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة FM.